يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، السنة بعد الصلاة المفروضة أن يسبح ويحمد ويكبر 33، فمن زاد على ذلك من باب التطوع دون الاعتقاد بأن ذلك سنة، هل يجوز له هذا؟ لا يقرن هذا مع ما ورد في الحديث الصحيح. إذا أراد أن يتزوج في غير ما يقرنه بالوارد، ما يقرنه بالوارد، يسبح في مكان آخر أو في حال آخر. نعم.